يفكر مسؤول باريس سان جيرمان في ضربة مزدوجة لريال مدريد بسبب سعي العملاق الملكي لضم كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي. أشارت صحيفة سبورت في تقرير مطول لها اليوم الجمعة أن محاولات النادي المدريدي لإغراء مبابي قوبلت بغضب شديد من ناصر الخليفي رئيس النادي الباريزي والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي. وأضافت باريس بصدد خطوتين يتوعد بهما الريال ومبابي، أولهما إجبار اللاعب على الاستمرار لنهاية تعاقده في صيف 2022 والضغط عليه بكل قوة للتمديد، وإلا سيكون مهددا بالتجميد مثلما حدث مع فيراتي ورابيو. ولفتت إلى أن إدارة باريس ستوجه صفعة أخرى للملك بتقديم عرض ضخم للنرويجي هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الذي يحظى باهتمام شديد من زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي. أصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانا رسميا اليوم الجمعة أعلن فيه إلغاء الدوري لموسم 2019-2020. يأتي ذلك على ضوء قرار الحكومة الهولندية بمد حالة الطوارئ حتى أوائل سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا. وأكد بيان الاتحاد الهولندي أن الموسم الحالي لن يشهد تتويج أي فريق باللقب ولن يوجد هابطون، بالإضافة لعدم تصعيد أي فريق من دوري الدرجة الثانية. وأصبح الدوري الهولندي أول دوري أوروبي يتم إلغاؤه بصفة رسمية بسبب فيروس كورونا، وهي المرة الأولى منذ موسم 1967-1968. كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم الجمعة أن برشلونة يفكر في عرض لاعبين من صفوفه على توتنهام هوتسبر من أجل حسم صفقة تانغين دونبيلي لاعب وسط الفريق اللندني. وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن برشلونة يدرس عقد صفقة تبادلية تقديم انتقال لاعبيه سامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو إلى توتنهام مقابل ضم دونبيلي. ويبدو أن العلاقة بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وأندومبيلي ليست على ما يرام، لذلك بات رحيله عن سبيرز قريبا للغاية رغم انضمامه مطلع هذا الموسم.